السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيواتم الدعاء. اليوم ان شاء الله نحضر معكم حلوة ريش بوند المغربية الأصيلية اللي كل شي كيعشقها كبير وصغير. حلوة زمانية ان شاء الله، مقاديرها بساط اللي متواجدين في كل بيت. كما كتلاحظوا معايا عندي هنا جوج كيسان ديال الزيت ديال العنبه، جوج كيسان سكر كلاصي، كاس ديال الكوك، جوج بيضات، ربعه الزبده لذة اللي كنستعملها بزاف، حتى هي كتجي زوينه في الحلويات ولا كل شيء. كنستعملها معكم حتى في الشباكيه، ممكن لكم تستعملوا زبده العبار، هي كتجيبها بنينه ولذيذه. المهم اللي متوفر الانسان عنده في المنزل اللي متواجد، ماشي ضروري حتى نجيبو الماركه او نجيبو الحاجه اللي تكون. المهم اللي كاين الاهم او نديرو حليوات اللي يكونوا بساط وثمن مناسب اللي كلشي يقدر يديرهم في المنزل ديالو. عندي كما شفتوا معايا المقادير، نكمل معاكم مقادير. عندي كيلو ديال الفورس فاني وخماره، المقادير مضبوطين كيف دائما كيف ما عودتكم الحمد لله. عمرني حطيت شي حاجه وحشماتني، عمرني حطيت شي حاجه وما جاوني شي تعليق اللي ماشي هو داك. الحمد لله الناس كيستعملوا كما كتلاحظوا كيجربوا اي حاجه تعالى كيحكموا اي حاجه كيشكروني عليها، وهذا هو اللي كيخليني انا كنستمر وكنزيد نعطي القدام، يعني نزيد نعطي اكثر واكثر. وشكرا لكم جزيل الشكر، زعما راه كنقولها دائما، راه كلمه شكر قليله في حقكم. لهلا يخطيكم عليا في القناه، راه نتوما اللي كتدعموني تخليني نزيد نعطي اكثر واكثر. هنايا عطيتكم الهضره بزاف وسمحوا لي، راه كنبغي نعطي داكشي اللي في قلبي. هنايا كما شفتوا معايا ضروري ديروا زبده، يعني تمعكوها مزيان مع السكر كلاصي حتى كينسجموا، عاد كنضيفوا البيض تدريجيا وكنضيفوا الزيت. الا تبعتوا الطريقه كيف ما كندير انايا واضحه قدامكم كلشي في الصوره، اي حلوه تنجح معكم. الطريقه هي كلشي. هنا كما شفتوا معايا ما بقاوش الحبيبات ديال الزبده او البيض او الزيت، كلشي كيدخل كينسجم، يعني كيتولي كتبان لكم عايز الزبده على شكل بوماد. يعني دخلت هنا الزيت، دخلت البيض وكلشي. طريقه راه واضحه وكل الفيديو شارح راسو، وانا كنبغي نشرح اكثر اكثر وسمحوا لي، واخا ما كنطولش الحمد لله في الفيديوهات، ولكن الشرح ديالي شويه كنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم. الحمد لله دائما تيقولوها لي الاخوات، يقول لي بالعكس راه حنا كنبغيو داك الشرح ديالك، لان هذاك الشرح هو اللي كنزيدو حنايا كنفهمو اكثر واكثر. وحتى بالنسبه للبنيات، راه كاين بنيات كيشوفوا فيديوهات كيبغيو يتعلموا ويستافدوا، ما نجيوش هكا ونزربوا عليهم في الفيديو. واخا الفيديو فيه 8 دقائق او 9 دقائق، راه الحمد لله كنحاولوا نوصلوا داك الشيء اللي في القلب ديالي، من بعد كندوي على راسي ولهلا حاشمنا. هنا كيما لاحظتوا معايا راني الدقيق اللي كنت حاطه، انا عندي كيلو ديال الفورس، الدقيق اللي كنت حاطه جمعت به الخليط. هنا عندي كيما قلت لكم في المقادير كاس ديال الكوك اللي حمرته باش كنغير شويه اللوغو ديال هذاك الكوك، كيجي المذاق ثاني مغاير، هي راه نفس الحلوه غير كنبغيو نزيدو نضيفو عليها تحسينات. دخلته في العجين، يمكن لكم تضيفوه قبل ما تجمعوه بالدقيق او تضيفوه دابا، لكم اختيار. الاهم هو نديرو حلوه زوينه وبنينه اللي تعجب صغير وكبير. هي راه دائما هاد حلوه ريش بوند محبوبه المغاربه، ما كاينش شي دار ما كتخطاهاش صغير وكبير، وانما انا كنبغي نحاول نبي الطلب ديال الاخوات اللي خطيهم عليا. طلباتكم اوامر كما كنقول دائما. انا كنت حضرتها معكم قريبه، ما نلصقش وحده مع وحده، ولكن ان هذه غادي نلصق وحده مع وحده، لكم اختيار. يمكن لكم تلصقوها، يمكن لكم ديروه يعني تفندوها هكا يروح حيده، كل واحد شنو يبغي. هنا درت لكم جوج طرق، يمكن لكم هكا بطريقه كويرات صغار، او ديروها على شكل حرابيل فوق سطح العمل، كتسهل عليكم شكل الحرابيل هكايا، وكتقطعوها باش كتاخد شكل، يعني ما تبقاوش حيرين، او اللي عنده ميزان كيعبر. هاد الطريقه هي عمليه، وكنتمنى يا ربي. انا الحمد لله
واخا هكا الحمد لله ملي كندير شي حاجه وكتعجبكم تكتبوا لي في التعاليق او في لي كومونتير بانه جربناها هاد الحاجه وصدقات لي وكشي كتحفزني، والحمد لله هذا الشيء اللي كيخليني نزيد. وسمحوا لي بزاف اللي ما كنحطش فيديوهات، ظروف اللي كتخلينا كتحكم علينا انه كتفرض علينا، الله يصوب الجميع. هذا ما كان الطريقه كيفاش كنكورو بحال هكا بحال الطرومبيه. انا كندوي بالنسبه للمبتدئات، والنساء المغربيات ما شاء الله عليهم راه حادقات، راه ما نخافش عليهم، راه ما شاء الله هذه حلوه بسيطه وكلشي، ولكن كاين المبتدئات اللي غادي تهرب وتبان لها راه حلوه يعني صعيبه، ولا حتى حاجه ما صعيبه. انسان يدرن سكيلو ويتعلم. هنايا الفرن، نهضر لكم على الفرن. انا طابت الحليوه جات لون ذهبي وجا متساوي داك اللون، ما تحرقاتش من تحت. الفران تيكون مسخون، تيكون الفران بارد. دخلت انا الفران بارد وشعلت عليه وخليتها ديما الحلوه نقصوا الفران، نقصوا على اقصى درجه. كل ما نقصوا العافيه لا الكيكه ولا الحلوه كتاخد واحد الطياب على خاطر خاطره كما كنقولوا، يعني ما كتحرق ما والو. اي حاجه جهدتو لها البوطه يا طياب يا حلوه راه غتحرق ليكم. هنا خدات لي داك اللون موحد، لون ذهبي رائع كما كتلاحظوا معايا. غادي نديرها كلها في هاد سميتو فهاد السكره ديال الدجاج. هنا حاولت نشارك معاكم الكونفيتير وداك الحويجات اللي باش كنخدم، راه ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، ورا ربي هو اللي كيشوف، راه ورا الكاميرا راه حتى حاجه ما كنخبيها، راه داكشي اللي كندير معاكم هو اللي كنصور، راه ما كنخبيو حتى شي حاجه، ما كنزيدو ما كننقص. انا كندوي على راسي، كل واحد كيتقلد بداكشي اللي كيدير، حيت هذا تقليدي. لو وصلتي واحد الامانه واحد الحاجه واحد المعلومه او واحد المهنه خدمتيها وعطيتيها كما هي وما ضركتي فيها حتى حاجه، ربي كيسخر لك ويبارك لك. ضركتي راه كل واحد منه الله وكيتحاسب. هنا حاولت نشارك معكم نوعيه ديال الكوفيتير والنوعيه ديال المزهر اللي كنستعملو انا واللي كنخدم به. هنايا تقريبا غندير نصف كاس ديال المزهر، غنضفيهم عير على البوطه صافي، ما نحاول لا نغليه لا والو. هذه طريقه سهله وبسيطه، كديروا الحلوه كامله في واحد السوبر اللي عندكم وكتكبوا عليها داك الكونفيتير مع المزهر صافي. كنخلطو كنلصقوا الحلوه وحيده مع وحيده وصافي. وبغيتو تخليوها هكايا لكم الاختيار اللي عجبكم. هنا طاحت لي واحد الوحيده عادي، المهم سطح العمل راه تيكون نقي. هنا جات واحد الحليوه ما نقول لكمش، المهم اللي غتجربوها هي راه حليوه راه غنيه على التعريف، راه كلشي تيعرفها، ما كاينش اللي ما تيديرهاش، كلشي الحمد لله كيديرها. وكاين بنيات لمبتدئات، حنايا قعدنا البنيات ضروري كتبغي ديري حويجات زمانيين وقدام اللي يستافدوا منهم. ديما قالك جديد لي جده والبالي لا تفرط فيه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي طلبوني مرحبا، اي طلب مرحبا على راس العين. الهلي خداكم عليا، راه بكم نتوما باش كنستمر انا وباش كنزيد القدام ونعطي اكثر واكثر. والله كتفرحوني وحق الله العظيم كتفرحوني بداك التعليق ديالكم، ولا اش نقول لكم، كيعجز اللسان على الكلام. كل ما كنمدحكم اكثر واكثر ما كنوفيكمش الحق ديالكم. وكنتمنى تجربوها وتقاسموها مع العائله ديالكم وبارطاجيو لا فيديو اللي عجبكم مع الاصدقاء والحباب، وتعم الفائده للجميع. داكشي اللي كنعرفو كنبغي نتقاسمو معاكم. هنا غادي نشكل الحليوات ديالي وغنديرهم في طبق التقديم. جربوها ان شاء الله تجيكم رائعه، والاهم انه هشيشه وشي حاجه اللي كتكون يعني راها قديمه ومعروفه، ماشي شي حاجه اللي هي جديده ومقادير بساط. يعني اي وحده تقدر، اي اخت تقدر توجدها في المنزل ديالها. والاخوه اللي معايا في القناه ولا اللي دخلوا جداد كنبغي نشكركم. الهلي خديكم عليا، شكرا لكم على التعليق ديالكم على اي حاجه. ولا اللي انضموا للقناه جداد حتى هما يا مرحبا والف مرحبا، ورا بيكم نتوما بتعليقكم كلشي اللي كيخليوني نزيد نعطي اكثر واكثر. وسمحوا لي الا طولت في الفيديو، وشكرا لكم جزيل الشكر وكلمه شكر قليله في حقكم.